نمشي من توجد كامل جاهز ونجيب بس مستلزمات الانتاج وسعينا الكلام معرض فيه منتوج جاهز. وليني قناعات، القناعه الاولى هو المخيط من الاجنبي. مفاجاه ان احنا عاملين معرضين وبندرس ان احنا نحضر كمان بيتي. طلعنا بزاف الحاجات كانوا مجهودين علينا. المعرض خلانا نشوفوا راسنا فين حنايا وشنو خصنا نعملوا باش نزيدوا الخدمه. و انا بعد الحاجه الوحيده اللي عجبتني تما تعلقت بنديره المغرب تما، هذه هي اللي فرحتني والله الا الصراحه. شركه كتشجع وكتشجع المغرب باش يساهم مع في دول اخرين، وحنا محتاجين يعني كصناع نعرضوا المنتوجات ديالنا على الجمعوي قطع النسيج لمدة أكثر من 35 سنة. اليوم جيت باش نتكلم لكم الحقيقة باش تسمحوا لي، كاين واحد الارتجاع حيت كانت واحد لا سوربريز باش نتواجد معكم اليوم. ما كنتش في المقهى ولكن نشاركوا معكم واحد المعطيات. سارة قدمتني كمدير ديال المعرض إكسبوتكس اللي تنظم في المغرب منذ تنظم سبعة ديال كل عام تنظم في شاك إديسيون هادي سبع سنين. التوقف اللي كان بالكوفيد، من بعد 2022 اول حاجه بس نقول ايه اللي بنقدمه. احنا بنقدم معارضنا في الخارج، يعني احنا بنشوف قطاعات كتير قوي، منها معرض ملابس، معرض سلاح، معرض نفط، معرض بناء، معرض عديده. لكن قطاع الملابس النهارده بنتكلم عن قطاع الملابس. احنا عندنا حوالي يمكن 20 معرض في 20 دوله. قدمنا النهارده في الملتقى اللي عاملينه في طنجة اليوم، قدمنا المعارض ديت بخصومات تصل ل 70% للصناع المغاربه، لنقول لنهضة صناعة التصدير، صناعة الملابس للتصدير. فقدمنا النهاردة معرض مثلا بدون مقابل، كمان معرض في رومانيا، قلنا المغاربة بدون مقابل، علما ان المتر ب 380 يورو قدمناه بدون مقابل. معرض في اربيل برضه قدمنا المعرض من شهر بدون مقابل. يعني احنا بنحاول نساعد في نهضة التصدير اللي حاصلة الايام دي في المغرب، لان المغرب بقت بلد آمنة جدا وسوق كبير قوي، ووعد انه يكون من اوائل الاسواق في العالم كمان. يعني هو دلوقتي انا شايف ان هو ممكن سنتين تاني وتلاقي اهم دوله مصدره في صناعه الملابس في المغرب. المساله ديال المعارض وهي اللي كانت عندنا شراكه مع الاستاذ محمد شريف من اجل التزويد والتوريد ديال المواد الاوليه للسوق المغربيه. زعما شرفني الحضور ديالي معايا مع المقاولين هنايا، وكنتمنى يكون هذا اللقاء هذا واحد وصلت خير بالنسبه للمقاولين كاملين باش نزيدوا بقيت على القدام ونشاركوا في معارض اللي تبين مجهودات ديال القطاع اللي كيقوموا به هنايا في مدينه طنجه. وكنتمنى يوصل النداء ديالنا لاي مقاول انه يتعاون مع بعضه باش نسيروا القدام ان شاء الله يا ربي. وخصوصا ان طنجه كتعتبر ثاني قطب اقتصادي لقطاع النسيج والالبسه. وشكرا. هذه المواد الاوليه فكرنا في عده اشياء من الشراكه المشترك. هذا اللقاء في طنجة أخويا جاء على أساس أن طنجة من المدن الرائدة في صناعة النسيج والألبسة، المدن اللي فيها أكبر عدد الشركات اللي كيشتغلوا في هذا القطاع واللي كيديروا بحال اللي كيصدروا، وكاين فيها يد عاملة مهمة جدا كتشغل. وارتئينا بأن المعارض اللي كتنظم في الدار البيضاء بزاف كيجيو الناس ديال طنجة كزيارة. احنا فكرنا نجيو عندهم نشرحوا لهم هذه المعارض اللي كدار، اشنو هي الأهداف ديالها، شنو هو الإضافة اللي ممكن دير للمقاولات المغربية، خاصة المقاولات اللي غتكون في المقاولات ديال طنجة، باش نشجعوا الإخوان أنهم يجيو للدار البيضاء ويحضروا في المعارض ديال الدار البيضاء ويشاركوا فيها لما لا،
وكذلك ممكن نديروا في واحد اللقاء غيكون هنا في طنجة في أحد الفنادق غيكون بحال شكل معرض، هو لقاء بي تو بي بين الشركات الأجنبية غتكون 11 دولة وكذلك الشركات ديال طنجة وغيكون حتى شركات من المدن أخرى باش نعطيو لهذه المدينة حتى هي قيمة ديالها، لأن مدينة كتشغل وكتشتغل في القطاع ديال النسيج والألبسة ومدينة رائدة في هذا المجال. أكيداً في التطرق والبعض منها أنها ما تحضرنيش، كان معنا حتى في المجال ديال الإعلام كانت معنا إسعاد يونس، كانت معنا أبلة فهيطة، كان معنا أسماء مغربية اللي هي كثيرة، سما رشيد، يا بعامر، يعني أسماء اللي هي كثيرة. الاختلاف ديال السنة هو أننا زدنا